وصفتنا اليوم الكل بيحبها، وهي وصفة كعك العباس المعروف بالمرقد. لهيدي الوصفة بدنا كبايتين طحين، نص كباية سكر، ملعقة صغيرة من الشومر اليانسون الناعم، المحلب اليانسون الحب والخميرة، ربع كوب من الزيت النباتي، وربع كوب من السمن، وحوالي نص كباية حليب. ممكن تعوزوا أكتر حسب الطحين اللي عم تعوزوه. منبلش الوصفة بخلط كل المكونات الجافة اللي عنا. بعد ما نكون خلطنا المكونات الجافة منضيف الزيت النباتي، ومنرجع منضيف السمنة. أنا هون عم عوز كمان سمنة نباتية، وبدنا هلأ نخلطهم. فيكن تبلشوا هيك خلط بالملعقة، بس صراحة أنا قررت عوز إيدي لأنه حسيت أنه الدمج بيكون أسهل. بعد ما هيك نخلطهم على إيدنا بصير عنا هيك مثل فتافيت من العجينة. هون بيكون يعني تشرب الطحين الزيت والسمنة. بنبلش نضيف الحليب. مثل ما قلتلكن أنا عزت نص كباية حليب، ممكن أنتوا تعوزوا أكتر بشوي أقل بشوي حسب الطحين تبعكم. بالاخر بتصير عنا العجينة بهالشكل، عجينة كتير طرية وكتير سهل انه نستعملها، ما لازم تلزق على ايدكم ولا شوي. بدنا نغطي العجينة، بنغطيها منيح ونتركها ترتاح لحوالي ربع ساعة لنص ساعة. بعد ما تكون العجينة ارتاحت بصير فينا انه ناخد منها ونشكلها على اشكال المرقد. انا هيك باخد شوي وبفردها اول شي بايدي، وعم عوز هون الكوكي كاتر. فيكن تعوزوا مج كبير يلي انتو بتفضلوه بالحجم يلي انتو بدكن ياه. بعد ما قطعها بدي جيب هون غطا النينة وبعمل فيها هالاشكال. فيكن اذا بتحبوا انكن تعوزوا شوكة تخططوها بالشوكة يلي انتو بتفضلوه. بحطهم كلياتهم اكيد بالصينية، وحاطة من تحت ورقة زبدة كرمال ما يلزق عندي شي. بحمل فرن على درجة الحرارة 180، وحطيتهم برف الوسط. مشعل الفرن بس من تحت بالاول، بياخدوا حوالي ربع ساعة تيستووا. بعد ما يستووا من تحت بشعل الفرن عليهم من فوق تيتحمروا، وبيكون خلص عنا المرقد. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لماي تشانل، واكيد فولو للانستغرام اكاونت لوصفات كتير طيبة.